voudrais je peux. Non, non. مشاهدي متشبيق، نشوف تي في، مرحبا بكم مرة أخرى دائما من داخل مقر مستشفى مولاي رشيد بمنطقة سيدي عثمان بمدينة الدار البيضاء. كيف ما تابعنا جميعا في المباشر الأول والثاني أن ضابط شرطة ممتاز تعرض لغشق بالحجارة من طرف أحد الأشخاص المحسوبين على جماهير فريق الرجاء البيضاوي. في هذه الأثناء كيف كتشوفوا مباشرة على قناة شوف تي في، ضابط الامن الممتاز غادي يغادر المستشفى من بعد ما تلقى العلاجات الضروريه هنا داخل المستشفى. وبعد ما قام برتق ديال الراس ديالو حسب المعطيات الاوليه ان قام برتق ديال 4 الغرزات داخل او على مستوى الراس بعد الاصابه ديالو بحجر طائش رمى به احد الاشخاص المحسوبين على جماهير فريق الرجاء البيضاوي، واللي تمكنوا عناصر الامن من الايقاف ديالو على الفور لحظه اقتراف هذا الاقتراف ديالو ديال هذه الجريمه. كنشوفوا السياره ديال سياره الاسعاف التابعه للمصالح الطبيه الاجتماعيه للامن الوطني اللي جات باش تنقل ضابط الشرطه الممتاز اللي تعرض لهذا الاعتداء الهمجي ربما الى مساحه خاصه او الى احدى المستشفيات الجامعيه من اجل اجراء فحوصات طبيه اضافيه، لان الاصابه كانت على مستوى الراس. وما نساوش بان عدد كبير من المسؤولين حضروا الى مستشفى هنا ديال مولاي رشيد بمنطقه سيدي عثمان من اجل المؤازره ديال هذا الضابط الشرطه الممتاز اللي كان كيقوم بالواجب المهني ديالو. وتعرض لاعتداء شنيع. تأكيد المصالح ديال الأمن الوطني خصوصا المديرية العامة للأمن الوطني غادي تدخل على خط هذا الاعتداء، غادي يتم فتح تحقيق معمق للوصول إلى كل ظروف وحيثيات وتفاصيل هذا الاعتداء والى الشخص المتورط او الاشخاص المتورطين في هذا الاعتداء الهمجي اللي تعرض له هذا ضابط الشرطه الممتاز اللي كان كيقوم بالواجب المهني ديالو لحظه احتفال جماهير الرجاء البيضاوي بالفوز ديال فريق الرجاء البيضاوي بالبطوله الاحترافيه. كتشوفوا في هذا الأثناء ضابط الشرطة الممتاز كيغادر مقر مستشفى مولاي رشيد بمنطقة سيدي عثمان بعد ما تلقى العلاجات الضرورية. نتمنوا له الشفاء بإذن الله. شكرا، الله يحفظك. منساوش بأن هذا الشرطي قام بغرق 4 ديال الغرزات على مستوى الرأس. وفي هذا الأثناء غادي يخرج غادي يغادر المستشفى من بعد تلقيه العلاجات الضرورية. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وإلى مباشر آخر.